اهلا وسهلا، مرحبا بك اختي. فيديو جديد، توحشتك، توحشت علاقتك الزوينه. اجي يا اختي تجهزي معايا لهذه المناسبه الزوينه. شوفي، الا كنتي عروسه ما كتعرفيش تجهزي، الا كنتي اختي بنيوته كتبغي تفرحي براسك وتباني احسن يا اختي الخالقين في المناسبات. المهم، هنا قبل بنهار ديما حيدي عليك 80% ديال التجهيزات قبل بنهار. الضفيرات اللي كنتي غتصايبيهم في الصالون ولا في الدار، مانيكور، بيديكور، الصبيغه، الحمام ديالك، كل شيء حيديه ليله بنهار. ضروري حنا كنبغيو نتحمحمو، ندوشو، نحيدو الزغيبات، نقادو الضفيرات، خلي غير الشعر والمكياج حتى الغد ليه. علاش؟ الا صايبتي بليله قبل ضروري يا اختي ما كيتشوك وكيطلع. هنا غنقول لك صباح الخير وصباح النور، هنا بدا النهار ديالي. شنو عندك ايمان؟ هنا الصراحه اسبوع ديال صاحبتي، فرحانه بنهارها ومع حبابها المقربين ومع عائلتها. ومني كنقول صاحبتي فهي صاحبتي، الله يدومها محبه يا ربي، يعني بلا الصحبه ديال معقول. حليت عويناتي، صايبت ناموسيتي هي الاولى اختي كيف ما شفتو، عطرتها وجدت يا اختي هنا يا اختي لا سوربريز. شنو غادي نلبس؟ واجي معايا. مستحيلات اختي تكون عندي شي مناسبه الصراحه وكتبغي وجهك يكون منقي. مناسبات كنبغيو نتهلاو في راسنا، انني ما نديرش لا كامبيا دي اصلا، هذا استعمال يومي. سوف اليوم غندير لو سوان اكلا ديالهم اللي كيعطي لك لا كيعالجنا البشره، كي كتبان نقيقيه. فانا غنغسل وجهي هادي اول حاجه، نغسلو بالغسول. واخا راه نقي عاد البارح كنت في الحمام وكلشي، ولكن ضروري غير تفيقي تغسلي البشره ديالك هي الاولى. البنات ما شاء الله، راه شحال وانا كنستعمل لا كامبياتي، راه جايه دابا علي عامين. احسن معك، احسن حاجه تقدري تعالجي بها البشره ديالك هي لا كامبياتي. واعره واعره البنات، واعره 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 واعره. نغسلو هذا لو جيل نيتوايو، راه ما كيرغويش ما كيرغويش نهائيا. علاش ايمن؟ حيت طبيعي، ها هي مكتوبه فيه، ما فيهش كولورون، بارابين، سيليكون، ما يضرش لك البشره ديالك ولا توصلي بها 3 مرات في النهار. عرفتوا؟ غير هذا بوحدو كيعطي واحد لابريونس خطيره. معليش اختي نغسلوه، ما يرغوي ما والو، ما فيهش مواد مضره كبار. شوفي كيخلي البشره كتلمع خطير. ودابا من بعد ما نقينا البشره غنديروا لو سوان اكلا. علاش كيليق هذا؟ تصبغات، عندك جروح قديمه، عندك حبوب قديم، كيعالج لك البشره ديالك. هذا 5 في 1، هذا خطير. هذا كديريه جوج مرات في السيمانه وفي النهار الكبير بحال اليوم. انا فرحانه الصراحه الاسبوع ديال صاحبتي بحالاش. هذيك الصحبه اللي بلا غدر حيدو عليا الصحبه ديال التصاور، ما عندها ما نديرو بها، هذه الصحبه ديال البساطه وديال المهم. نخلي لكم المره ديال البياضي هنا، راه غنيه عن التعريف، كتكون من لو جي نيتويون، لو سوان اكلا، الكوماج، كريم سولير، وعاد كريم دو نويل غني بلا فيتامين او اللي ما كيخليش لك نهائيا تجاعيد اختي في البشره ديالك، كيرطبها الغد ليه ملي كتفيق كتلقيها باقا مرطبه. هذا غادي تشوفوا البياض الفوري من اول استعمال، كيعطيك بياض فوري. راه الانستغرام ديالك كنخلي ليهم في صندوق الوصف كلشي تاع المعلومات. دابا غنخليو هذا واحد ربع ساعه وصلوا هاد السوان اكلا، وغادي تشوفوا لي كلا اللي غيعطي. انا اي حاجه كتنفعني كنجيبها لك وكتكون طوب. متتبعاتي راه كاع مجربينها وعاودوا خداوها. شوف شوفي وكيفاش ما ديريهاش في النهار الكبير وهي كتعطيك هادشي كامل. شوفي شوفي يمكن. علاش ايمان كديري لا كريم سوليغ في الدار؟ لا اختي، هذا راه مرطب كيحمي لك البشره ديالك، وفيه واحد الاس بي اف اللي كتحميها من الشمس وكلشي، وكترطبها لك وكتعالجها او ميم طون، كتعطيك واحد الكلا واعر مرطب. هذا ديريه حتى في دارك، هاد الاشعه البنفسجيه راه كتدخل حتى في الدار. اختي شوف، ديري المكياج وانت مرتاحه، ديري المكياج وانت ما محتاجه حتى شي حاجه للبشره ديالك. ها الرقم ديالهم ها هو هنايا باش كتكون لا كريم سوليغ، كوماج، لو سوان اكلا، لو جيل نيتوايون ديالهم طبيعي، وعاد كريم دو نويل غني بلا فيتامين او، من اروع ما تقدري تستعملي. ها الرقم اختي هنا غير بو سافوغ، انا التواليت راه كانت ظالمه. شوفوا الاكلا، شوفوا كيفاش بغيت دابا، كيفاش بغيتو مكياج يجي خايب على هاد البشره هادي. ما يمكنش سوان فيزاج في 5 دقائق. طوب طوب طوب. وي ماما دي حبيبه، في غنمشيو اليوم جاتاتي هنا. شال البنات الاكله، تخلي لك واحد الاكله خطير.
ايوا اختي ملي قادينا الوجيه ودرنا له اختي لو سوان ديالو وجينا دابا نفطرو هنا البنات. انا راني نتبع حميه ولكن هنا عندي الفري يعني نهار في السيمانه كناخذ فيه اللي بغيت كنديرو نهار الحد هنا درتو بالسبت على قبل صاحبتي هكا ايوا نشاركو الطعام. وهنا خديت كرواسون قهيوه كنت مشهياهم السيمانه كامله البنات كرواسون راها غير صغيره. ايوا هنا اجيو معايا تاني. ودابا اختي نهبطو نصايبو اختي شعرنا. صراحه انا كيعجبني نصايبو بوحدي ولكن مني كنبغي يجي متقون كنجي لهاد الصالون غنصايبو ان شاء الله ونرجع معكم. باش نكون معكم صريحه كنصايب شعري بحال هكا في الدار الزيغه وصافي بغينا هكا نفرحو شويه براسنا كي جاني نقولو قولو ان شاء الله. في الفيديوهات الجايين غندير معكم بروشينغ هكا في الدار وكيفاش تصايب ضفيراتك هكا في الدار كيف ديما. وغادي ندير معكم دابا الميكاب البنات كيف ما كنقول لكم الشعر والميكاب خليوه بليله قبل. هاد لاباغاي كتحيد لي الزغب وكتهنيني منه ما كاين لا نوبه في الصالون لا والو. راه كنشاركها معكم ديما منين كناخذها في الانستغرام. الناس ديال الانستغرام راهم عايشين معايا الحلوه والمره والناس اللي ما داخلينش اختي كنقول لك ضيعتي نص حياتك. ايوا هنا يا اختي بدينا بحجباننا. انا اول حاجه كنصايب هما حجباني كتعجبني صراحه هاد لا فورم. ايوا هنا يا اختي شوفوا معايا هنا كندير الفوندو تاع من المناسبات للمناسبات. بزاف سولوني في الحفله ديال صاحبتي فين صايبتي الماكياج. من هاد المنبر بغيت نقول لكم صايبتو راسي. هاي اختي الخطوات. اول حاجه درت الفوندو تاع اللي كيكون ما تقيلش على البشره. انا ما كنحملش فوندو تاع اللي كيسد لك لي بور المسامات وكلشي. كنبغي يخلي البشره كتنفس سورتو لما كانش عندك مشاكل وكنتي البشره ديالك هكا رقيقه. وهنا غنقول لك من العوامل اللي كيخليو البشره زوينه وكيجي فيها المكياج زوين هو التهلو. كيكون عندك روتين خاص بها سواء في الطبيعي كنتي ما مساليش والصيبي الطبيعي كتشري ديك بحال هذيك لاغامبياد يعني ضروري يكون عندك روتين خاص بك بحال كيبين لك لابون نقيه وكتشعل. هنا درنا لونتي سيغن. من بعد لونتي سيغن غنديرو لابودغ. لابودغ البياض اول حاجه كتفيه كسيلك لو طون ديالك وحتى لونتي سيغن. انا ما كنحملش لابغيونس يبان الوجه كيبري. كيعجيني الماكياج يجي هكا زوين ولو طون يبان زوين وحتى فرحانه اختي بضفيراتي. هي هي دوزي هادشي اللقطه. ايوا هنايا كتحاولي حتى ملي كديري الفغاجو والبرونزر كيجي زوين ملي كديري الباودر. المهم كيف ما قلت لكم سالين انا لونتي سيغن عندي شي حاجه مهمه ما كنحملش يجي هكا مكيمش في الجلد. ايوا هنا خديت الباودر لانفيزيبل ديال فلور مار. لونتي سيغن حتى هو ديال فلور مار انا مقتنعش به 100%. غنهدي بودغ لانفيزيبل وغندير حتى البودغ واحده اخرى انا غنوري لكم حتى هي ديال فلور مار. بالنسبه الفوندو تان درت ديال كلينيك زوين البنات ليجا على البشره زوين بزاف صراحه. عندك كلينيك تحمقني انا لي فوندو تان ديالهم صافي. هنا مني ساليت هذا هو الباودر الاخر. المهم لانفيزيبل بجوجهم صراحه زوينين بجوجهم زوينين درت هذا. ومن بعد غادي نساليو الباودر غادي نبداو في لي فاغا بوبيير. هادي اكثر حاجه ما كيعرفوش ليها البنات. شوفي حرتي بارك من قوه الالوان بقاي غير في النيود. انا النيود الا تلفت كندير النيود كنعشقو. فهنا بما انها حفله فغادي ندير شويه ديال لي بايت غير شويه. المهم هنايا درنا واحد الفاغ اللي بحال لون ديال اللحم. من بعد خديت واحد الماغو هكا خفيف درتو هكا في الجفن اللي ما كيتحركش في العظمه من الفوق. عاد غندير لي بايت في الجفن المتحرك اللي لتحت. المهم نتوما حاولوا تشوفوا الخطوات الا بغيتو ندير معكم مكياج خطوه خطوه وقولوها ليا. انا البنات راه غير هادشي كنحاول ندير الخطوات اللي كتناسبني واللي كنحس بها كتجي معايا واللي كتسهل عليا الماموريه صافي. هنا خديت واحد اللون اللي فونسي على اللون الاول وكنعاود هكا. المهم كتبقاي ديري بحال قلتي ديغرادي وصافي. هنا خديت هاد اللون هادي شفتوها البنات واحد الماغون بارد. وعاود خديت هاد لاكولوغ هي اللي غادي بايتي هي اللي غنديرها في الجفن المتحرك. صراحه جا الماكياج زوين وما كاين لا ايلاينر لا والو. لعبت غير على الغوجا ليفغ في الاحمر
جا رائع البنات. وانتوما غتحكموا اكيد انا كنقول جا زوين من رايي، وانتوما انتوما هما الراي، انتوما هما الشعار. انا اختي راه كندير بتعليقكم كامله وكلكم على راسي، سواء التعليق الخايبه سواء زوين. انا كيعجبني اللي كيعطيني نقد بناء، راه منو كنزيد القدام. اما اللي كتعاير كنكتفي في بلوك وكنقول ليها منك اللي خلقك، واللي كتقول لي زوين بغيت نقول لها سير الله يفرحك ويا ربي تنوي لك اي حاجه في خاطرك، والله اللي كتكون قلبو زوين. المهم هنايا كنحاول بلاندي كلشي، يعني كاع لي فاغ اللي درتي تحاولي كدمجيهم. صافي هنا غندير داكشي اللي فيه لي بايت كيف ما قلت لكم. كنا هنا هذا هي الريزولطا ديال لي فاغ. دابا عاد ندير الماسكارا باش يجي الريزولطا فينال. شوفوا انا كيجيني الماسكارا هي كلشي. كنتي غديري شفيره تيجيو هكا، شفيره ديال هدى بيوتي وداكشي راه كيجيو زوينين. يعني كنتي غديري ديري بحال هكا. ايوا انا خديت كحيله درتها من الوسط، درت حتى لي فاغ من تحت العين، خديت البرونزغ هكا نحاول هكا نحدو لوجيه. فاغ غنديرو فراجو وعكير احمر، شويه ديال الهايلايت نعطيو لها بريونس للوجه. سالينا المكياج، كنحدو تحت الحجبان حتى هو كنحدوه. المهم بالنسبه للمكياج ما كتعرفيش، كنقول لك اختي المداومه، تحد متزاد معلم تحد. ايوا هنايا بغيت نقول لك رانا باقا متبع الصيام متقطع. الله يربي تعطينا العزيمه وتعطينا الاراده ونقصت هكا شي كيلوات. مني غنقص واحد الوزن اللي هو مهم، انت الاولى غادي نقولوا لك ونشاركوا معك باش نحفزك. واي وحده باغا تبدا كنقول لها راه خايبه غير بدي اختي. صافي هنا خديت الفراجو حتى هو ديال فلوغ ما قدرتو، وندوزو دابا للعكاكر. انا كنحمق على شي حاجه سميتها العكر احمر. البنات اللي غيسولوني على العكر، درت سيفورا 01، هذا احسن حمر تقدري تستعملي. هنايا خديت البنات الهايلايت درتو تحت الحجبان هكا في النيف، المهم في بليسات وصافي. درتو البنات حتى في الدمعه ديال العين. انا بعدا عجبني المكياج، ما كرهتكمش تعطوني الاراء ديالكم. ايوا هنا ملي غنساليو الميكاب غندوزو للقفطان. صراحه هنا خيطتو لهاد المناسبه، انا فرحانه صاحبتي وعندها بنيته وزاد عندها وليد تما توهي، تباركوا ليها وتربى في عزها ان شاء الله يا ربي. و هاد القفطان كنت ديما كنصيفطو ليها كنقول لها انا هذا غيجيك واعر وما كتابش. وصافي كتاب انني نخيطو حيت هذاك الموديل كان محمقني بزاف. ايوا هنايا هذا هو لوغوجا ليفغ في الاحمر درتو، وغادي نشارك معكم الديتاي ديال القفطان وشنو غنلبس في رجيلاتي وشنو غادي نلبس هكا. صراحه اللي شافني داك النهار كيقول لي جيتي فنه، وبغيت نقول لك انت غتشوف هذا الفيديو سيري الله ينورك اختي عويناتك. انا كيجيني الابيض والاسود الوان ملكيه، ما كيديموضوش وما الا حرتي ديري البيض ولا الكحل. انا درت البيض كي كنبغيه في البلدي، وشوف لي اللون الاحمر كيفاش جا مع النيود في العينين تتقولوا لي نتوما. صافي هنا غادي نساليو من المكياج باش ندوزو اللبس، وعادي اختي نلبسو الوليدات. انا غندي معايا غير يانيس، انا باش نكون معكم صريحه في لي زيفيرمون ما كنبغيش ندي وليداتي باش انا نجلس مرتاحه، ولكن بالنسبه ليانيس عزيز عليه النشاط عزيز عليه الشطيح. قالت لي ماما يلا نديه معنا نشطح شويه. ايوا صافي خليت جود هكا مع بابا وديت يانيسو، تبارك الله ما شاء الله نشط لينا شويه الجو. واخا صراحه كتحسي الدراري صغار كيقنطوا، ولكن بدلوا الجو شويه حتى هما. وهكا ايوا هادي الريزولتا ديال الميكاب. كنتمنى اختي يعجبك، واجي اجي اختي اجي نوريك اللبيسه. كنت هكا درت لماما شويه، طلعنا لها شويه سر. ماما كتقول لي ما كتحملش الماكياج بزاف، كندير لها غير اونتي سير نعكير خفيف كحيله والله يجعل البركه. هنا البارفان العزيزه اللي جابتها لي متتبعه ديال ديال جيفانشي زوينه، نقول لها بغيت نقول لك الله يعطيك الصحه. ايوا هذا هو القفطان، تتقول لي كيفاش جاكم البيض مخيط هكا بالدوغي، جايه الكميمات هكا مغايرين حتى هما في النيود، فيه شويه هكا ديال العقيق هكا. هذا العقيق بالضبط هو اللي كيعجبني. ايوا هنا كنت حيره في السيكان، حطيت قدامي ثلاثه وانا نقول لك كتبها
راه غادي نهزها. انا في الاخر هزيت الاورانج بحال فتح ليا القفطان اكثر. تتقولوا لي نتوما كيفاش جاكم وغنديروا شوفوا لي زاكسيسوار كيبينوا البلدي بطريقه زوينه. كانت من يا اختي البلدي ديالي والذوق ديالي نال الاعجاب ديالك. بغيتي تخيطي بحال وانا كنعطيك هكا افكار لي زاكسيسوار كيف ما قلت لكم حاجه مهمه هو اللي كيبدل هكا البلدي. وانا كنشارك معكم المكياج اللي درت معكم خطوه بخطوه. قولوا لي كيفاش جا بالنسبه للايلاينر، ارائكم تهمني وبشده. ايوا هنا الشعير حتى هو البوكلي من كيزيد يهبط كيزيد يعجبني كتر وكتر وكتر. انا جيني حتى لهك احمر كيعجبني بزاف. ايوا هنا اكيد اكيد العراضه ما كضروري من البارفان، الكريم شويه في اليديات ضروري في مناطق النبض باش تثبت لينا العطر اكثر. وهنا اختاريت انني نلبس هاد الصبيبات، هزيته معايا حيت هو محذور ولبست هاد الطالون. ايوا هنا الوليدات حتى هما لبسناهم قادين ليهم، يعني سوكت لي جا وليدي ندير لك البابيون. هاد البيسة هادي راه شاركت معاكم في الانستغرام بالضبط منين خديتها. قولوا لي كي جاكم البيسة ديال يانيس، ما شاء الله تبارك الرحمن. ام هديه كالبنات قولوا لي لمن كيشبه قولوا لي، هو مسكين باغي يلعب وباغي، وانا حلفت نلصق لي البابيون. اجا وليدي نلصق لك البابيون. ايوا انا كيعجبني الوليدات لبسهم شي حاجه سور ميزور. هذه راه جاتو البيزا نيشان، يعني واخا كتاخذ مده صغيره وكتصغر ولكن كتجي في اللبسه هكا متيوله. ايوا مشيت انا وماما ويانيسو، داز نهار غزال مع الناس هكا شعبيين والله زعما داز فن، ضحكنا نشطنا. ايوا هنا يا اختي نشارك معاك البيزا من الاول حتى الاخر. قولي كيفاش جاتك وميم الساك، واش ما زعما الاختيار ما ندمتش عليه. وفي الاخير حيدت هاد لي صوندال ولبست الصبابات ديالي. بغيتك يا اختي تفوجي معايا ونسجل لك النشاط، ولكن راكم عارفين العيالات كيكونوا محيدين زيوفتهم كياخذوا راحتهم، فانا ما كنصورش الاشخاص نهائيا. هذا كان الطبق اللي كلشي كيحماق عليها الرفيسه يا اختي، وجات تبارك الله الله يعطيهم صحيحتهم. ماما تانا اخواتها صرعوها. وهنا غينتهي الفيديو ديالنا، كيتمنى ينال الاعجاب ديالكم.